أشباه الرجال هما ضحايا نساء ولا ضحايا بيئتهم؟ أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم ضد الرجالة، ولكن النهاردة مع الرجالة. هنرحب بالضيوف حلقتنا النهاردة، أستاذ تامر مصطفى مخرج سينمائي، أهلا بيك. أستاذ سامح صبري ممثل ومنتج، أهلا بيك. وطبعا دكتور إبراهيم هيكل استشاري العلاقات الإنسانية. النهاردة الحلقة مختلفة شوية، ليها طابع تاني، ست وتلات رجالة. طبعا انتوا هنا دلوقتي بتمثلوا فكر الرجالة اللي بيشوفونا خلف الكاميرا وعندهم تساؤلات كتير جدا. أيوة. بس خلوني أبدأ الحلقة أنا الأول كمذيعة وأسألكم، بالنمي، هو الراجل محتاج إيه من الست؟ ده أجاوب أنا؟ بص يا ستي، أنا هحكي لك حدوتة بسيطة قوي وبناء عليها هرد عليك اقول لك الراجل محتاج ايه. بس حلو. يعني في واحد كده كان رايح عند بير ميه ولقى واحده ست بتملى الميه بتاعتها، فبيقول لها: هو حقيقي انك اذا كنا عظيم؟ فقالت له: مين اللي قال لك كده؟ قال لها: يعني هم قالوا انك اذا كنا عظيم. فالست مجام صوتها ولما كل الناس بتاع القريه مش عارف ايه، والراجل قال لها: انت ليه بتعملي كده؟ انا لسه بسالك سؤال بريء جدا، ما عملتش اي حاجه. عقبال ما اتجمعوا بتوع اهل القريه، عملت جايه الست مغرقه نفسها بالجردل. ولما اتجمعوا اهل القريه قالت لهم: الحمد لله، ده الراجل ده كان انقذني، ده انا كنت هموت، ده انا مش عارف ايه. هي اصلا كانت بتناديهم ليه في الاول؟ عشان تقول لهم ان هو اغتصبها وان هو عمل وان هو سوى. بس اول ما قربوا قلبت الحقيقه، غيرت الموازين. فالفكره كلها، لا اصل ما فيش مناسبه اكتر من قصه سيدنا يوسف. لا يعني تمام، بالظبط كده. تأكيد من الاساس كان جاي من مين؟ بس من الرجاله. هو اكيد الرجاله على فكره اعظم من كده، اعظم من كده النساء. ايوه ده حقيقي، بالزبط. ده حقيقي. بس ده الراجل الكياد ما بنقولش عليه راجل، لان هو بيبقى شبه راجل. لا ولا شبه راجل برضو، ده بيبقى يعني تربيه نسوان. زي ما هو تربيه النسوان مش راجل، بيبقى شبه راجل. لا ما هو في ساعات تربيه نسوان رجاله. ما هو انت بتقول دلوقتي يا مقاطعة لكلامك، انت بتقول بيبقى تربية نسوان. ايوه، ما هو تربية نسوان دي مش معناها انها تربية نسوان. ما هو تربية النسوان دي امي وامك وامك، اكيد هم اللي ربوا. بالظبط ربوا. انما يعني ايه تربية نسوان؟ يعني هو ما حدش خد باله منه، لان هم كانوا ستات بيقعدوا على المصاطب اللي حواليه عموما، فهو طلع زيهم، ما طلعش عنده فكر ان هو يقدر. او اتربوا في وسط بنات فما كانوش بيصحوا فيه فكره ان هو راجل وان هو مسؤول، كان بيتعامل زيه زي البنات، فكبر لقى نفسه واخد شويه حركات النسوان. مش هو خد الحته الوحشه او الصيد الوحش من تربيه النسوان. بالظبط. عشان كده بيبقى تربيه النسوان اللي هي قصدها مش حاجه حلوه، يعني بنقولها دايما بالمقصود اللي مش حلو. هو مجازا يعني. نرجع لمرجوعنا، الراجل مش محتاج اي حاجه من الست غير ان هو عايز يعيش في سلام. ايه هو السلام بقى من وجهه نظر تامر؟ من وجهه نظرنا السلام منها في الاول وفي الاخر تبقى ست مبسوطه، انا ابقى مبسوط، بيتنا يبقى بيت مرتاح. في مشاكل بتروح وتيجي، شد وجذب، هي تشد انا ارخي، هي ترخي انا شد، يعني العمليه متداوله. حتى لو انت عندها 100% مشاكل وانا عندي 100% مشاكل، وانس ان احنا بقينا جنب بعض خلاص بنحاول نصفصف المواضيع. انما الفتره اللي احنا عايشين فيها دي، فكره ان الست بقى ايه ده انا بشتغل، ده انا زيك، ده الند بالند. لا روحي عند امك يعني. ما طبعا روحي عيني، روحي بقى عيشي بعيد عني، عشان انا مش طالبه معايا وش ان انا اعيش مع ذكر زي يقول لي ان زيك، انا بدخل جنيه انت بتدخل جنيه، انا بقى مش عارف ايه، خلاص احمل انا بقى. ما هو ده اللي ناقص يعني. الموضوع مش محتاج ان لا اشتغلي واعملي كل اللي انت عايزاه وخلي فلوسك لنفسك، لو انا قصرت. أيوة. بقى ابي اعملي اللي انت عايزاه. هي دي النقطه اللي كنا بنتكلم انا ودكتور ابراهيم في الحلقه الماضيه برضو عن نفس النقطه دي. كنا بنقول ان طالما هو اداها فرصه ان هي تصرف في البيت وتصرف على البيت، يبقى ما يزعلش لما تقول له ان هي زيها زي. لا ما هو ده بقى برضو ده عيب راجل. بالظبط. بس هقول لك على حاجه، لا وعيب ست. ليه بقى؟ هقول لك ليه، معلش انا اسف يعني. مع احترامي الكامل لاي حد او اي مخلوق في الدنيا، الست لو هي ست محترمه وست بنت ناس ومتربيه، لو صرفت جنيه عشان جوزها مثلا جات له ازمه او حصل له عنده مشكله وهي هتبدا تعايره بيها، تبقى دي ست مش متربيه نهائي. لان صح. هي لو عملت مره واحد، عملت مره اتنين، هو عامل 98%. اتفق معاك في النقطه دي. بس انت قلت في حاله ايه؟ في حاله انها بتصرف على جوزها عنده ازمه
جوزها وقع ضرب شغله ما بيبقاش في المطلق احنا متفقين ان الحياه تصرف في البيت زي زي. لا سافري تونس بقى وانت تشوفي يعني لو سافرت تونس بقى الرجاله في تونس ما بيشتغلوش والستات في تونس مش عايزين نجيب سيره البلاد الثانيه عشان لو هنعقب على الحته دي هنبص لحاجات ثانيه كتير مش موجوده في مجتمعنا. اوكي فخلينا نخرج من النقطه دي عشان ما نتشعبش. خرجنا فتحنا على خرجنا خلاص سامح. ايوه الراجل محتاج ايه من الست؟ والله محتاج ايه؟ كنا لسه محتاج الراجل مش محتاج حاجه. الراجل محتاج واحده ذكيه ومتفاهمه ودلوعه. نجيبها منين دي بقى؟ اهم حاجه الدلوعه. رؤى ايوه. الراجل بيحب رؤى. لو رؤى رايقه هو هيروق الغزاله هتبقى رايقه. لا والله بجد سيبك من كده. الفكره العامه دايما عند الناس ان التفاهم او عدم التفاهم بين الطرفين هيخلي الراجل كاره الست والست كاره الراجل. مش مواضيع بقى من بدون دخول في تفاصيل. ونقطه تانية العند 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 بتاع الست هو اللي بيخلي الراجل مش عارف عاوز ايه من الست او بيكره الست او مش طايق الست. وهي ما بتقولش اصلا عايزه ايه. الست دايما هتفضل مش عارفه هي عاوزه ايه. انت لازم تجتهد. عاوزه كل حاجه اجتهد. بس مش عارفه تاخد كل حاجه. مش عارفه تاخد اي حاجه. اي حاجه اي حاجه اي حاجه, أي حاجة. فهتفضل نفس المشكله مستمره لغايه ما الست تعرف هي عاوزه ايه. انت عاوزه ايه. بس في مقوله شهيره قوي بتقول ان طبيعه الست ان انت يعني الراجل صعب جدا يفهم سيكولوجيه الست لحاجات كتير لاسباب علميه والاسباب اجتماعيه. مش يعني عشان انا عارف ليه السبب. ايه بصي حضرتك علميا يعني الست عندها اربع ايام فيها البريود. انا بتكلم بجد والله احنا مش بنضحك. ايوه دي حقيقه. التسعة ايام اللي ما قبل الاربع ايام غير التسعة ايام اللي ما بعد الاربع ايام غير التسعة ايام اللي كده كده الشهر كله مضروب. فشو مش انت عايز تعرف علميا الموديا يعني ما علميا تسعة ايام الست عندها طاقة ومود مختلف. بتحصل البريود بيحصل بعديها تسعة ايام بطاقة تانية مختلفة سو هورني. بيحصل بعديهم تسعة ايام تطلع ميتين ام الراجل في ال 18 يوم اللي بعده. طب هو لو عرف كده ما خلاص ما يزعلش بقى. طب خلاص يبقى الست ما انت كده المنطق ده. انا ضد هنا الموضوع بسيط قوي. تسمعها تطبطب تحتويها بس الموضوع انتهى. طب ولما هو يسمعها تتحمل جنانها تتحمل تقلباتها المزاجيه. طب ما عندها طفله صغيره. طب هي ليه ما بتستحملش تقلبات المزاجيه؟ اما هي لو انت استحملتها كده استحملها عشان الراجل ما يجيبوش بيريو. لا الراجل عنده بيريد. لا والله الراجل عنده بيريد. الراجل عنده بيريد ده بجد. لا لا الراجل عنده بيريد علميا. كتير مننا ما يعرفش. بيجي لك وقت في الشهر بيبقى عندك ازمه لمده كام يوم هي اللي بتخليك طول الوقت متعصب عندك مشكله بالزبط. عندك حوار بس مش بتبقى زي الست يعني. طب دكتور ابراهيم انا شايف ان انت اكتر واحده ممكن تحكمي على الراي بتاعي لان انا شايف ان لما بقعد مع دينا او اي حد من الستات تقول لهم انت ليكي صاحبات قد ايه؟ انا ماليش ولا صاحبه. يعني ده حقيقه والله. بس انا بعد كده اسالها مش عشان قاعد جنبك انا معاكم يعني انا مع الرجاله. ايوه ايوه انت معانا في التيم النهارده. في ستات ما بتحبش صحابها البنات عشان نفسنا. بيحبوا يصاحبوا الرجاله عشان هم سالكين معاهم. لا انا قصدي ان الرجاله اكثر مش يعني كده بس لا الستات فعلا من غير السيكبه وكده الستات ما بتحبش بعض جدا ودايما باصين لبعض ومستنيين او نفسيا مش طايقين بعض. لا ده كده من غير كمان حتى غير الحته دي يعني. يعني القصد من الموضوع الست عايزه ايه من الراجل والراجل عاوز ايه من الست. ما هو الراجل عايز يدخل ياخد التقدير والاحترام والامان وما يبقاش في واحده عناديه ما يبقى كل الكلام ده انا المفروض ان انا كراجل ان انا احصل عليه. الست بقى هي عايزه ايه احنا والله ما بنعرف يعني. احنا حقيقي بنوصل لمرحله انت عاوزه ايه. انا بدخل بيت فيه نكد فيه تكشيره فيه كذا. طب انا عايز حل. طب انا ممكن احكي لك حاجه دينيه بس على الستات عموما يعني. هعرفك ان الراجل بسيط جدا. الرسول عليه الصلاه والسلام نزلت عليه ايه التحريم اللي هي يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك. عارفه ليه؟ ما تعرفيش ليه؟ انا بسمع. هقول لك. السيده عائشه الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيروح ياكل عسل من عند احد الصحابيات وهو رايح وهو جاي. ف السيدة عائشة خافت او شكت ان هو ممكن يتجوز جوازة جديدة فجابت ستنا حفصة واحدى زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام واتفقوا عشان هو هيعدي عليهم هم الثلاثة في نفس اليوم. فاتفقوا ان هو لما هيجي يخرج من عند السيدة عائشة هتقول له كلام
هيروح للسيده حفصه هتقول له نفس الكلام، هيروح لزوجته الثالثه هتقول له نفس الكلام، انا مش فاكر هي مين. فالرسول عليه الصلاه والسلام روح البيت، لقى السيده عائشه قابلته، قالت له ايه ده انت ريحتك وحشه، هي عارفه ان هو كان العسل. قالت له انت تقريبا بتاكل عسل من عند الست فلانه. الست فلانه ايوه، عشان هي العسل بتاعها بيقف عليه، النحل بتاعها بيقف على ظهره كده، وليكن ظهرت كذا ريحتها بتبقى وحشه. الرسول عليه الصلاه والسلام خرج، راح لستنا حفصه قالت نفس الكلام، راح لزوجته الثالثه قالت نفس الكلام. فقام جاي قايل ايه، والله لا يعني لن اذهب الي مره اخرى، مش هروح اكل عسل. تمام. فنزلت آية في من القرآن، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. واسمع السورة لحد الآخر هتلاقيها بتحكي القصة أنا بحكيها. تمام. الملخص من الحدوتة، تخيلي إن ثلاثة ستات اتفقوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، تمام، عشان يغيروا حاجة هم عايزين يعملوها، فلك أنت تتخيلي. قادرين. أيوة طبعا، إنك لدهن عظيم. طيب إيه نوع الست، الست او نوع الستات الراجل اللي ممكن يكون بيكرهها او بينفر منها او دايما بيتعمد البعد عنها؟ انا هقول صفه. لا العناديه، انا جدا العناديه. نعم الست العنيده. انا قلت العناديه. ايوه ما هو العناديه لازم على راس الجدول. الست الشكاكه، لا مش خلي بالك، الشك والغيره ديبند. مش ديبند، على حسب جزء هي من الشخصيه. يعني في جزء عدم ثقه في الشخصيه، درجات. مش كده. سامح الشخصية الكئيبة، أنا بالنسبة لي نمبر 1 الكئيبة. واضح إنك فرفوشة جدا. أنا عايز فرفوش روح. جدا أيوة. عايز واحدة فرفوشة كده معايا. الكئيبة والتوكسيك اللي هي دايما زي ما انت قلت برضه، بس هي فيها جزئيه كبيره جدا اللي هي الشكاكه all the time، اللي هي شاكه في نفسها، شكايه بكايه. شكايه بكايه كئيبه. سلام عليكم، اقفل الباب واطلع. تمام، هنطلع فاصل ونرجع نواصل مع الرجاله ولكن رجعنا لكم بعد الفاصل مع الرجاله ولكن بس من غير تامر. طيب هنكمل حلقتنا اللي هي المناظره بين الست وبين الراجل. سياسه التفريغ اللي موجوده عند الستات، هل الراجل بيؤمن بيها او لا؟ التفريغ الا وهو يعني انا لما اكون متضايقه من سامح في حاجه اتفرغ كذا، ولا اروح اقول لتامر، ولا اسيب المواقف تفضل تتراكم لحد ما يحصل بيننا تصادم ونوصل لل... بص يا دينا، الكارثة الكبيرة اللي دايما بين الرجل والست تراكم، وبالذات في الست لان هي دايما اللي بتراكم وتنفجر. ودي الكارثة اصلا. انا يعني اللي انا شايفه دايما في اي علاقة، ارزع اخبط. يعني اخبط انت شايف ان الست لازم تلوم وتعاتب وتطلع اللي جواها، واللي تعمل غير كده هتبقى هي الغلطانة وهتشيل الغلط بعد كده، هتزعل. ادب بادب يا سامح برضه. افرغ بص. انا لازم يكون في ليميت احترام بيني وبينها، ما غلطش بالكلام، ده مفروغ منه برضه. دبدبي ورفاسي واعملي كل اللي، وقولي اللي انت عاوزاه كله من غير الفاظ، بس من غير طبعا قولي كلمه تجرح الراجل وتخلي الراجل ايه يمسك بقى كلمه ويقوم بقى قلب الترابيزه عليها والخناقه تخلص لصالحه مش لصالحها. ما هو ده حقيقي، ما الراجل بيستغل. الراجل برضه مش، لا ما هو طبعا مش هيعني. ثواني. لا لو هو بيحب ستوب. ايوه الراجل ايه بقى هيستغل وهو في الخناقه، هيستغل ممكن غلط. يتصيد خطا ليها يعني، ويقلب الترابيزه عليها. طب ممكن اصلح انا بقى ستوب. ان الراجل متصيد للاخطاء عشان يقلب الموقف مش لصالحه. مش لازم لو غلطان. لا لو غلطان، لو هي الواحده الست غلطانه الراجل طبعا لازم يتصيد، لان الستات اكتر حد بيعمل تصيد والغلطات للراجل. يعني انا كنت في حاجه برضو وكنا بنتكلم فيها مع بعض في برنامج، اتكلمنا في ايه، كلمت عمرك ما توقع نفسك في غلط مع ست وتمد ايدك تماما حتى لو هي ضربتك. لا ثواني، حتى لو ضربتك او شتمتك او عملت اي حاجه، ما تغلطش، ما توقعش نفسك في غلط. لا ما هو الكلام اللي انا قصدي عليه بصلحه ليه، ان هي ايه وقعكوا في غلط. ايوه انت انت اللي عاوزه توقعينا في غلط. حصل الرجاله يا باشا، لازم الرجاله تاخد بالها، عشان الست في الخناقه بتكتب كل كلمه من اول الخناقه لاخرها.
اوعى تفكر انها خناقه بتعدي كده والله وخلاص. صح بتتسجل في اللاوعي كله من من اول دقيقه بص لي ازاي. وعلى فكره انا مره حضرت مكالمه بس يعني من ورا يعني من ورا الشخص اللي بيتصل يعني فقعدت تتكلم تفاصيل التفاصيل التفاصيل اللي انت مش ممكن انت لو قعدت مع صاحبك مثلا تقول له انا بتخانق حصل كذا بتجيب انت ايه اخر دقيقتين في الخناق دي يا باشا بتجيب التسع ساعات اللي قبل الخناقه. بس ده لان الست بتركز في التفاصيل جدا اكتر من الراجل. انت ركز في نظرك. انا 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 كسامح يعني انا ساعات كنت ببقى في خناقات والله بتخلص ما ببقى فاكر اصلا الخناقه اتعملت ليه. احنا كرجاله كده والله انا مش ده بجد بتنسى. أيوة دي الست دايما فعلا الذاكره بتاعته ما بتستوعبش الحاجات دي وبينساها. معلش بص يا دكتور برضو انا القصه اللي انا هوصل منها من اللي احنا قلناه ده الخمس دقايق دي في إيه؟ ان الست هي اللي في ايديها تعدي مواقف كتير لان فعلا الرجاله دي عامله زي الاطفال الكلمه اللطيفه الظريفه بتجيبه سكه جدا. ف طيب بس ما بتجيبهاش هي ليه برضو ما هي يعني ما هي ساعات بقى نقولها على فكره حسب الست والله الست هي اللي تقدر. خلاص يا ماما خلاص اسمع الكلام. طيب احنا دلوقتي مفيش ضد الرجاله وخلاص. احنا دلوقتي في فقره كرسي الاعتراف. الله انا اللي قاعد عليه. انت اللي قاعد انا انت اللي قاعد عليه. ايوه اقلب ال انا اللي قاعد عليه. اتفضلوا. انتوا دلوقتي بتمثلوا الرجاله اللي بيشوفوني معترضين طبعا على حاجات كتير وعندهم علامات استفهام كتير. انا سالت من شويه سؤال ليكي. ايه هو اللي انت سالته لنا الاول اللي هو ايه الست عاوزه ايه من الراجل بقى الست نفسها ايه ايه اكتر حاجه لو في الرجاله الست تحب الراجل اللي هو عامل ازاي وما تحبش الراجل اللي هو عامل ازاي. بس بلاش المثاليه لا لا غير المثاليه اللي عشان لا المثاليه عشان نعرف نلاقيها لها بس بالظبط. او انا كست محتاجه ايه مثلا يعني بالزبط. اكيد احتياجات الست بتكون مختلفه مختلفه تماما كل ست عن الثانيه على حسب اولوياتها. مثلا انا بشوف ان الست محتاجه السند محتاجه الامان محتاجه الاحتواء اللي هو الحضن ان حد طول الوقت يحسسها ان هي كبيره في عينه وان هي قد ايه قويه حتى لو هي ضعيفه. الست وفي عز ضعفها بتحتاج اللي يقويها اللي يملاها مش اللي يفضيها. يملاها حب يملاها حنان يملاها تفاؤل حب للحياه حاجه كتير قوي. الست محتاجه ان الراجل اللي قدامها يكون قادر بس قادر مش عليها. أيوة. قادر ان هو يعفو وقادر ان هو يتغاضى عن زلتها ويتغاضى عن اخطائها. يعني ليها زلتها طبعا كلنا كبني ادمين لينا زلات والستات زلتهم ممكن تكون اكتر من الرجاله انت معترف ان هم كائن طبعا. أيوة أيوة أيوة. اكيد والله برافو. مفيش بني ادم على 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 وجه الارض معصوم من الغلط. احنا مش في عالم مثالي بس هي الفكره ان انا اكون في علاقه مريحه بتعامل مع اللي قدامي وانا مرتاحه انه مش هيفهمني غلط مرتاحة ان هو عارف ان انا جوايا طاقة حزن فبطلعها فيه مرتاحة ان انا عارفة ان هو مثلا انا في فترة معينة في الشهر هرموناتي متلخبطة فهو متفاهم ده فبيستقبل مني بروح حلوة مش قاعد بيتصيد لي اخطاء وانت قلتي لا هو فاهم السيكولوجية بتاعتي وعارف ازاي يتعامل معايا راجل ده الراجل ده حقيقي. بس مش كل الستات كده دينا يعني مش قصة ان هي نفسيتها في اوقات معينة بتبقى مش كويسة. في ستات فعلا نكدية وده بجد انا في ستات نكدية في وفي في ستات توكسيك في المطلق جدا في كتير قوي اللي هم عاوزين يعملوا مشاكل في المطلق من لا شيء. دي اللي بتخلي الرجالة تبقى متحولة عليهم طول الوقت اللي هو الراجل اللي بيخش البيت كئيب وخلاص لانها عارف ان في وش داخل عليه هيقابل كده. لكن بس الست ما انا قصدي ده اللي كنت بقوله من شويه ان الست هي اللي في ايديها بوصله في حتة بوصله العلاقه بتاعت بوصله العلاقه في ايد الست في حته مهمه قوي في حته مهمه برضو لازم ناخد بالنا منها ان الست برضو ما بتركز قوي في الخناقه وبتجيب المشكله من اولها لاخرها ده بيديها تكرار المشكله وتكرار الحكاوي واعادتها مره واثنين وثلاثه ونقلها لاشخاص صاحبتي طبعا انا بمناسبه المكالمه بترفع سماعه التليفون لصاحبتها وتحكي القصه كلها من اولها لاخرها فايه اللي بيحصل في اللاوعي بتاعها أيوة يقعد يخزن 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 وبتشحن نفسها طاقه سلبيه ناحيته. تعالى انت بقى ايه انت خلاص انت بمجرد تنزل مع اصحابك تقعد قعدتين حلوين كده مع اصحابك على القهوه كده وتمام وهزرت الهزرتين انت بتقول ايه انا نسيت خلاص تطلع تلاقي واحده بقى ايه
اتصدمت بقى بالايه؟ بالمشكله، واحده قاعده تتخانق مع نفسها طول الخناقه وتجيب الاول. طب بص انا معلش يا دكتور ابراهيم بقى، انا في نقطه برضو عشان الواحد يبقى فير زي ما بيقول اللي لا انت فير واللي انا فير والله لازم. الست برضو يعني اطيب واخيب خلق الله. انت بكلمه لا مع ان احنا بنقول على نفسنا رجاله اطفال، الست مهما وصلت للماكسيموم برضو العصبيه والهيصه انت تقدر بكلمه لو جيت حضنتها حضن كده خلاص والله الموضوع خلص، العاصفه نزلت. والسلام عليكم. طب انا هرجع لكلام دكتور ابراهيم وهقول لك وجهه نظري في الموضوع ده. احيانا زي ما رجعنا لنفس النقطه اللي كنا بنتكلم فيها من شويه، ان التراكمات او ان انا ما بصفيش اول باول الموقف ده اللي بيخليني ابقى مشحونه من جوايا، لان الموقف انا او 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 شريكي بيجي لي تخيل ان الموقف خلص والموقف انتهى لما الخناقه انتهت وبقينا كويسين، بس هو جوايا وجواه ما خلص، ما فرغتيش، ما فرغناش، انا ما اديتش نفسي الفرصه ان انا اطلع كل كميه الغضب، فبقى في غضب على غضب على غضب، فبالتالي ممكن على موقف تافه جدا والراجل ساعتها بيبقى حاسس بذهول. ايوه مش هو فاهم هو حصل ايه لكل ده. لا دي تراكمات، ما هو ده مش دلوقتي، ده ارجع بقى فلاش باك. بس العيب كده دلوقتي هيبقى فيها هي، مش فيها. ما اشتكتش من اول مره احيانا انت زي ما انت لا لا اصلا هي ما عرفتش الراجل اللي قدامها برضو ما خلاش تعرف تطلع يخليها تطلع اللي هي عندها، ده المقصود. المشكله يعني بالشكل كما يجب ان تنتهي، يعني ساب لها ديل زي ما بنقول كده. بمعنى طب وهي ليه اللي هي دينا مش هي اللي تيجي تقول له؟ هقول لك بقى، في راجل اول ما بيلاقي الست تفتح بقها انت عملت وانت سويت ما خلاص بقى بيسيبها. ايوه بالظبط، بس انت هتقعدي ترغي كتير في الموضوع فبتلاقي ايوه سيبها يا راجل، يا راجل سيبها. نصيحة سامع يا راجل، اسمع يا راجل سيبها. ايوه نصيحة يا راجل سيبها، يا راجل سيب الست تفرغ اللي عندها يا عم. كانك قاعد بتسمع مسلسل، سيبها تتكلم تفرغ شحنتها بس ايه بس وبعد إيه؟ كده خدها في حضنك الموقف اللي بالظبط زي الست اللي بتحب تعيط وتسيبها تعيط. خلي بالك وهي بتعيط وتفرغ بص لها باهتمام، اوعى مثلا تبص في حاجه ايوه تحس ان انت مش مهتم سيبها بمأساتي يا جماعه. هو شويه مجهود بسيط ده حقيقي والله بجد حقيقة. فعلا مجهود بسيط من الطرفين، مش من محتاج الطرفين. كل ده مش محتاج الشحن ده كله ده حقيقي. انا جاوبت اتفضلوا. لا عايزين نسالها سؤال تاني اجمد من الاولاني، يلا اديها. يعني ما احنا انا سالت السؤال الستات عاوز ايه من الرجاله، طب وايه احسن حاجه في الراجل فعلا اللي هو اللي بيبقى من وسط كلامك كده اللي هو الراجل الطيوب اللي بيطبطب وبيحس بالواحده السند. بص مش شرط طول الوقت ان الراجل يكون بيطبطب، الست احيانا بتكون محتاجه راجل زي ما قلت في الاول السند، اللي يعرف يتصرف في المواقف، اللي يعرف لما هي تقع في مشكله عارفه ان في ظهرها حد فعلا هيحل، اللي يقول لها وقت المشكله ما تكيش دعوه خلاص اعتبري الموضوع منتهي، مش متواكل عليها دي مشكله ما تحليها، هو انت قاعده بتعملي ايه في البيت؟ لا هي بتحكي لك اكيد عشان اكيد نفذ، يعني كل الطرق بتاعتها نفذت فمش قادره ان هي تحل، فما ترميش عليها. خد بالك الست بتبقى قاعده طول اليوم حتى لو مش بتشتغل، هي قاعده بتذاكر الولاد، قاعده بتطبخ وبتغسل وبتنظف البيت وبتفكر هتعمل اكل ايه بكره وبتفكر تدبر ازاي مصروف البيت وتشتري ايه والغلاء الاسعار والحاجات كل دي، كل دي دوشه يوميه هي شايلها عنك. والراجل بيجي عليها اخر اليوم لا ادينا بس بتبقى منهكه برده زيه. أيوة. منهكة فكريا ومنهكة من مجهود الولاد ومن مجهود البيت وكل الحاجات دي. يعني انا اتذكر ان انا قريت مرة بوست عجبني جدا كان بيقول ايه، راجل جه في يوم كده الست بتاعته تعبان، قال لها هو انت تعبانه؟ هو انت قاعده طول النهار بتعملي ايه وانا اللي خارج وشقيا والشمس والحر الست كانت ذكيه جدا بقى في التصرف، سكتت ما قالتلوش انا بعمل ولا بسوي. رجع تاني يوم من الشغل، لا البيت متكركب، ريحة البيت وحشة، عياله شكلهم جدا هدومهم مش نظيفة، عياله ريحتهم مش نظيفة، هي قاعدة شعرها منكوش ولبسها مش متهندم ومش بتعمل اي حاجة والدنيا مقلوبة ومفيش اكل في البيت ومفيش. ردت عليه وقاعدة بتقرأ كتاب كده بكل ثقة وشكلها ما يتشافش حرفيا، انا شفت الشكل في البوست انا نفسي المرأة المنظر ده مش العفريتة المرأة مش ملزمة. فقال لها ايه المنظر اللي انت قاعدة ايه منظر الولاد ايه؟ قالت لا خالص انا حبيت بس اقول لك ان انا اترجم الجمله اللي انت قلتها لي امبارح، هو انت بتعملي ايه طول اليوم؟ اعتقد كده انت عرفت انا بعمل ايه، انا بعمل ايه وعرفت المجهود يستاهل ولا لا. الراجل هنا تحول بجمله من غير خناقه، وهي ما اتخانقتش كانت ذكيه جدا في الفعل ورد الفعل،
قالها انا فعلا اسف ان كنت قلت جمله زي دي، انا فعلا ايقنت قد ايه انت بتتعبي طول اليوم زيك زيي، لو انا بتعب بره فانت بتتعبي جوه. بس وحقك عليا الموقف انتهى هنا. بس هنا ليه؟ لان ده كان راجل ذكي وهي ادرك وراجل محترم ما عانتش، كان ممكن واحد يعاني بالظبط كده. على فكره احنا هي فعلا لو ما هنوصل لاي حاجه زينا مسك طبله بقى وقعد يقول لامه واختها وتعالوا شوفوا الهانم عامله ويبدا يكبر. فالاحتواء احيانا بيبقى مش عن طريق طبطبه ولا عن طريق حضن، لا عن طريق ان انا اتحميت في ظهره واطمنت شعور. بس على فكره ممكن ايوه انت ده احساس في المشكله هو واقف بيحل وانا قاعده بتفرج. انا عندي أيوة راجل من غير تاتش قصدي الفكره نفسها ان ممكن حاجات روحيه او بالظبط احاسيس هي اللي توصل الست ان هي تبقى في حته او في حته تانية. احيانا بيبقوا في مثلا في اجتماع عائلي مع العيله وكده ويلاقي مامته او اخته او كذا قالت لها كلمه جرحتها، لو مثلا اكلك وحش، ايه القرف اللي انت لابساه ده، تحصل طبعا. فهو ببساطة كده بيروح عامل ايه، شفتها انا مرة في راجل انا كنت حاضرة القعدة دي وكان نفسي انا اقوم ابوسه بصراحة من اللي عمله بصراحة حرفيا. ببساطة كده مراته كانت قاعدة جنبه راح جايبها كده وراح حط ايده على كتفها قال انا شايفة احسن ست في الدنيا، ده ايه القمة، هو في واحدة شيك كده. الله. حست ان هي فعلا جاب لها حقها. ما هي ما نطقتش، مش مضطره تدخل في خناق مع اهلك وصراعات، خلت اللي موجودين هم يحترموها غاروا منها وانبهروا اللي هو اتصدموا كتموا طبعا، وهي ما ردتش ولا حصل خلاف ولا عملت عداوه بينها وبينهم. ده موقف قدر ان هو دي قد ايه حنيه الدنيا وقد ايه ده السند طبعا. في حاجات احنا دايما نقولها في العلم النفسي بالذات يا سامح، اللي هي ان انت يكون عندك ذكاء اجتماعي ويكون عندك ذكاء عاطفي وتفهم طبيعه المراه والمراه تفهم طبيعه الرجل. على فكره ده لازم دي تكون حاجه تدرس بيننا وبين ولادنا وبين الجيل اللي طالع طبعا. عشان انت لو فهمت سيكولوجيه المراه وهو فهم سيكولوجيه احنا فهمنا بعض حتى في الخناقات، انت لازم تبقى فاهم ان مفيش حد كامل طبعا، مفيش حد مثالي اكيد ومفيش بيت هيجي لك لحد عندك كده السعاده المطلقه وهتبقى مبنيه، ده عايزه مجهود طبعا. يعني كل حاجه في الحياه محتاجه مجهود عشان تبني السعاده اللي انت بتدور عليها. ده طبعا لازم في سؤال على بقى ليك انت مدينه كده بحب اقوله كده اتفضل يا دكتور برنامج. عايز اقوله ده بقى بس الجواب يعني ايوه بس الجواب هو يعني لازم تختاري بين حاجتين اتنين هسالهم لك يعني تمام. لو قدامك دقيقه واخر دقيقه في حياتك وقدامك ان انت تعملي حاجتين اتنين، حاجه واحده بس من اتنين، تعتذري لشخص ما او تقولي لشخص انا بحبك، هتعملي انهي واحده؟ اعتذر لشخص ما اعتذار او اقول لشخص انا بحبك. آه هو لو انا فعلا في حد بحبه مش قايلاله ان انا بحبك فهختار ان انا اقول له بحبك، لو ما فيش شخص اصلا انا بحبه فهختار ان انا اعتذر لشخص ما، الشخص ده هيبقى انا اعتذر لنفسي. شفت برضه جديد مش سهله. شو مش سهله؟ لا ده حب الذات. ليه بس مش سهله حب لا الزيت. هو مش حب الذات. لا ما انا عارف. لا هي اكيد مش حب الذات بس خالص. تعتذر لنفسك من يعني من كل من الاحداث إيه؟ اللي حصلت. اعتذر لنفسي على الاشخاص اللي انا حبيتهم في حياتي واديتهم مساحه ما كانوش يستاهلوها. اعتذر لنفسي على اشخاص اذوني نفسيا في مراحل معينه لاني حطيتهم في مكانه مش بتاعتهم. اعتذر لنفسي ان انا تاخرت كتير على ما انجح في حاجات كتير بسبب ناس كان ليهم اولويات في حياتي عطلوك جدا. اعتذر لنفسي عن قساوه المجتمع وعن الخذلان وعن الوجع اللي شفته في رحلتي. ف الست طيبين والله والله العظيم والله ده الكلام ده يعني انا هتعاطف مع الستات. انا هبقى سامح مع دينا. اثرت فيك صح؟ ضد الرجاله. سامح مع دينا. سامح مع دينا ضد الرجاله. ضد الرجاله. لا بصي زي ما خلينا نتكلم في حاجه كلنا بنمر بظروف صعبه جدا في الحياه وساعات بنقابل ناس في كل ما يعني ما فيش رجاله في المطلق وحشين. في رجاله كويسين جدا جدا طبعاً جدا طبعا. وفي ستات صعبه جدا ان هي تتعاشر ده اكيد. ففي كده وفي كده. هو الدنيا دي كلها في العلاقات حظ. هي حظ مش بيقول لها دايما نصيب. بطيخه هي نصيب. نصيب هي كل العلاقات نصيب. يا تصيب يا تصيب ان شاء الله. يا تصيب يا تصيب انا شايف ان ده حقيقي. انا كل واحد ليه رحلته
بتاعته هو خاصه، ودي ورقه امتحانك بتاعتك انت بس، ما ينفعش تجيب الورقه بتاعتي وديها لسامح، دي ورقتك انت على فكره، ودي اجاباتك انت، ودي طريقتك انت، كلام منطقي. فما ينفعش وانا بحل الاجابات بتاعتي وهو امتحان، امتحان باسئله مختلفه، انا ما ينفعش انت تغش مني امتحان وانت امتحان تاني خالص. ما ينفعش صح، ما ينفعش دينا وهي بتحكي لابراهيم واقول لها اه انا عندي نفسي. على فكره بمناسبه الحكاوي بقى، اللي الستات لما تيجي تحكي مع بعض تقول لها انا اتطلقت مره، تقول لها وانا اتطلقت مرتين، بيعلوا على بعض. ايوه قلب مره وانا جالي القلب ثلاث مرات، انا عملت عمليه في الموضوع. انا تعبان، انا تعبان اكتر منك. لا انا بجد بشوف ان دي ستات فاضيه عندهم فراغ، وبقوا بيعلوا حتى في المرض، حتى في الخيبه، حتى في كل حاجه. فالخيبه والحكاوي يعني دايما حتى في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو بيقول لك الجهر بالسوء. ليه ما تجهرش بالسوء؟ يعني مثلا انا وانت خلاص عملنا حاجه وربنا سترنا فيها، ما نجيش بقى تاني يوم ده انا عملت وعملت وعملت. لا ما ينفعش تقول كده، لان ربنا مش هيغفر للمجاهر، بس ممكن يغفر لك وانت ربنا سترك. طب ليه ربنا بيعمل كده؟ علشان الحكاوي والقيل والقال واعاده الكلام مره اخرى بيخلي الموضوع عادي، وطالما الموضوع بقى عادي هتلاقي الناس بتكرره مره واثنين وثلاثه. زي دلوقتي لما تيجي تقعد مع حد وتقول له ايه انا اتطلقت، والتاني يقول لك انا اتطلقت، فتلاقي ايه، تلاقي الجيل اللي طالع وايه يعني ما تتطلق. بص يا دكتور، لا هي اصلا فكره الطلاق وصلت لبعض الناس او بعض الشباب والبنات موضة. هي موضه، والله موضه، وبيقلدوا بعض فيها. يعني انا سمعت بودني في اوقات كتيره بنات تقول لك اتجوز وشويه اتطلق وبعدين حياتي براحتي. اكيد في ده كتير، في ناس كده اصلا. دي بترجع، انا شايفه بقى بترجع للتربيه والبيئه، وازاي اتربت على اخلاقها ودينها وحاجات كتير قوي. ودايما بقول ان الاسره هي العامل الاساسي في نجاح الاطفال، والعامل الاساسي في نجاح العلاقات اللي بعد كده في الازمنه اللي جايه. فدايما كنت بوجه رساله ان ربوا ولادكم على الخير، ربوا ولادكم على الاخلاق، ربوا ولادكم على الدين في الاساس. مش بقول ان هم يطلعوا بقى متزمدين لا، بس عرفوهم الاساسيات، تعاليم دينهم بتقول ايه، اساسيات دينهم. مفيش حاجه، مفيش حاجه اسمها دين في تزمد والله ودين. يعني هي في لا في الدين، لا انا هقول لك الدين غلط. الدين، الدين هو الدين الصحيح، قصدي التربيه الصحيحه، يعني الدين الصحيح اللي ربنا سبحانه وتعالى هو اصلا هو دين، هو جميل اصلا. ربنا خلقه معاملة. والفيرجن بتاعنا جاهز ان هو يستقبله على فكره. هو مفيش صعب وسهل، وهو قايل اصلا احنا بنستقبله على قايل كل المواقف وكل يعني القران فيه كل المواقف وكل الحياه اللي احنا نمر بيها والحاجات اللي احنا ما توقعناهاش هنلاقي اجابه فيها في القران. ده حقيقي، بس لو ركزنا. نركز بقى. ايوه نركز لو صح. قبل ما عشان سامح يعني الراجل ده، هو انت ضد الرجاله ولا ضد الستات؟ لا لا انا ولا ضد ده ولا ضد ده. عندك بنوتين انت صح؟ عندي بنوتين، انا بحب البنات جدا. تنصحهم بايه؟ ستات. تنصح بايه؟ ستات حبايبي. بنوتتك الجميله ديت هيبقوا امهات المستقبل. تنصحهم بايه؟ ودايما انت بتشوفهم. يعني انا في دور المذيع دلوقتي، بس انا يعني شايف ان الجيل الصغير اللي طالع ده كله هم اذكياء جدا جدا جدا، وعندهم ادوات وامكانيات عاليه جدا، عندهم باور، بس يتخاف عليهم قوي 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 الاثنين مع بعض. للاسف. وعندهم تطلعات. لا غير التطلعات، الجيل الجديد ده الخطوره فيه ان هو مطلع ومنفتح جدا على العالم اكتر من الاجيال بتاعتنا بكتير. طبعا يعني هم جم لقوا الموضوع سهل جدا، فالانفتاح على العالم بطريقه اكبر، وعندهم مخزون معلوماتي وخبرات احنا في سنهم ده ما كناش واصلين لنصه للليفل ده خالص نهائي. احنا فالموضوع بقى خطر قوي، الدنيا المنفتح بيوصلوا ليهم الحاجات اللي مش كويسه اكتر من الكويس. فاحنا بدورنا كاب وامهات يعني وعائلات نحوط ولادنا ونقرب منهم اكتر من الاول كمان. اكيد. وفعلا نربيهم على التربيه الصح، مش كلام وخلاص، لا بافعال. ربنا يكون في عونهم فعلا، لان الزمن صعب قوي. احنا كاهالي وكابهات وامهات بنعمل اللي علينا، وهو برضو هم ونصيبهم، بس انت بتعمل عليك عشان تحط الطريق الصح ليهم. اكيد. وربنا يسهل، وما يكونش حد ضد الرجاله ولا الستات. نفسنا ننقل الصوره ديت عشان الولاد بقوا بيقعدوا على السوشيال ميديا كتير جدا. عارف لما يسمعوا الاراء القيمه والاراء فعلا الصح
تدخل مدخلات تبقى سليمه عند اولادنا اكيد هتبقى المخرجات بتاعتهم هتبقى اكيد متحيه كويس. طيب وصلنا لنهايه حلقتنا، طبعا كان الحوار شيق جدا، اشكركم طبعا على المشاركه الجميله دي، ونتمنى طبعا الحلقه تكون خفيفه على قلوبكم. هستناكم الحلقه الجايه من ضد الرجاله، ولكن وما تنسوش لايك وشير، ورايكم بيكمل راينا، وتابعوني على المنصات اللي هتظهر قدامكم على الشاشه دلوقتي.